غادي يغير ولا تيمر في اتجاه منطقة العمليات. خطيرة محاولة خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول ديال فريق الفتح الرباطي. بدا موسي في أول كرة سلمها يهزم الحارس في غفلة من المدافعين، في غفلة من المدافعين، خطأ دفاعي، وكلهم تعرفوا بأن محمد بادموسي اللاعب الكامبي لاعب سريع وأيضا مراوغ، حتى التمريرة الجميلة ديال رضا الجادي تنزل الكرة واحد لاموغتي جميل وبالرجل اليسرى على الرغم من المتابعة ديال محمد بايو، لكن هدف أول لفائت فريق الفتح الرباطي، وهذا الهدف اللي غيعطينا نشاهدوا مقابلة أخرى. نعم، التموضع ديال اللاعب بادموسي، كذلك التمريرة ديال جيراري لتنفيذ ضربة خطأ لفائت فريق الجمايكي، تنفذ كرة عالية تخرج الحارس، وهدف تعادل، خروج خاطئ ديال الحارس المهدي بن عبيد، هدف تعادل، لكن هناك اصطدام، سقوط اللاعب واللاعبين تطلبوا من طبيب فريق الجيش الملكي الدخول لإسعاف جواد نظيم. هو كما قلت حسن، نعم، الكرة دائرية، الكرة دائرية وكانت خطيرة، والضربات فوق رأس بادموسي اللي كان في البرومي بوتو، كان المفروض انه يرجع للوراء. نعم، وحتى سوء التقدير ديال الخروج الحارس مهدي بن عبيد. نعم حسن، سوء التقدير، لكن هي كرة صعيبة لأنها جات فوق رؤوس اللاعبين وكان صعب عليه، وغادي يفتح ربما. ممتاز سليم ممتاز، كيفاش حصل الكرة بصدر غادي مرات يعطي الكرة لطونكارا، دائما الكرة فات فريق الفتح الجيش الملكي، يسدد وكرة جانبا. ممتاز، نعم. تسديدة ممتازة، تسديدة قوية من عمر الجراري، هذا اللي أعطى الهدف، هو اللي ينفذ ضربة خطأ عمر الجراري لاعب فريق وداد فاس سابقا. تلقوا جوج اللاعبين، يوسف العمري، هذه محاولة هجوم لفائت فريق الفتح الرباطي، نوفل الزروني أوه، الكرة ضربات في القائم، ضربة ديال محمد بادموسي على غفلة من المدافعين، الكرة ترتطم بالقائم، كاد فريق الفتح الرباطي أن يسجل الهدف الثاني. أورتونت أو لا رونترونت، لو دغواتي هو الجهدي، هو اللي غادي تتلعبت كرة عالية وخطيرة وضربة ركنية للفتح الرياضي، حتى أو ضربة مرمى أو ضربة مرمى، حتى هذا الإيقاع اللي غادي بهذه السرعة تخلينا حتى المعلومات الكثيرة ديال هذا اللقاء، هذا ديربي رقم 101 تخلينا مع اللقاء، لكن الله يرحمهم ويرحم الجميع اللاعبين لا ديال الفتح ولا ديال هذه محاولة تونكارا ما تمكنش من كورتو لوفاتهم المنية. ثم الكرة عالية من هناك بادموسي، ارتقاء دائما عند اللاعب بالطاش، يسدد دائما سكوم اللي عنده الان الكرة، غادي مرة كرة قصيرة، كرة ما خرجتش، هدف ديال الفريق الفتح الرباطي، كرة ما خرجتش، واللاعب السابق ديال وداد فاس المهدي بالطاش يسجل الهدف الثاني. هناك أخطاء عند فريق الجيش الملكي، نعم، لأنه كيلعب بثلاثة، نعم، ديال اللاعبين. لاحظ هنايا كيفاش مرر الكرة ما خرجاتش، احنا شفنا دائما هذا هو يعني ما هو غير جيد في التموضع ديال 3-5-2 هو انك تتخلي بعض المساحات على مستوى اليمين واليسار وتدخل منها الخصم، وهذا علاش يعني لا تزرعوني ولا بطاش كيلقاو مساحات فارغه في على اليمين وعلى اليسار. نعم، خطا دفاعي، كيفاش خدر الكره 3-5-2؟ لا وانا نعم. انا كنشوفوا مثلا كره الان ضربه راسيه غريب ماذا يحدث؟ جوج ديال المرات كرات الظرف العارضه وما تمكنش منها اللاعبين ديال الجيش الملكي باش يسجلوا هدف تعادل، لان التمريره كانت جيده ديال في اتجاه عميمي جوزيف هذه مره جوزيف جد عمير، محاوله خطيره المحاوله ديال الجيش الملكي، اوه كانت فكره جيده، لكن مراقب الخط يعلن الخروج للكره. نعم، على خروج الكره، خطيره هذه المحاوله، هذه ثاني محاوله خطيره ديال فريق الجيش الملكي،
وشفناها دائما حسن من الجوانب في ديربي العاصمه رقم 101. كره طويله 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 طويله، مخرج الحارس او صعيب، ما عرفش علاش الحارس بايو مخرج باش يقطع الكره اللي كانت امام اللاعب نوفل الزرهوني. صعبه حسن لان نازله في الرجل. نعم، ويضرب باليسرى باليسرى مع ليفي ديال الكره اللي نتابع واللي قصها غتدخل. جيراري يستعد برجله اليسرى، كره في اتجاه المرمى تدخل بايو، ركنيه ل تكون كره دائريه، كره دائريه تخرج مهدي بن عبيد، خروج جيد دائما كره لفائت فريق الجيش الملكي، سوف تمرر، غادي يخرج مره اخرى، ممتاز ممتاز الحارس مهدي بن عبيد حارس المنتخب الوطني الاقل من 23 سنه. بين مدربين ناجحين مرار ممتازة. ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء للجيش الملكي. قد يرجع بخطوتين تسجل، ممتاز، فيها مجازفة كبيرة 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 جدا. هدف التعادل ديال الجيش الملكي. أنا قلت يمكن غادي يرجع جوج ديال الخطوات وينفذ، هو رجع خطوة واحدة وكانت مجازفة كبيرة وتسجل عميمي هدف التعادل. نعم، وبعد الصافرة رجع خطوة وحطها في الشباك، يعني اغتنم فرصة يعني تحرك الحارس وحطها بطريقه. نعم، انا قلت لك لاعب اللي هو مع حافظ الشباك وعارف لا شكي. لان اللاعب اللي غادي يرجع خطوه واحده اذا غادي تكون عنده رفخه ديال الكره قويه، على الرغم من المهدي بن عبيد حارس جيد فهزم الحارس وهدف قليل ما كنشوفو، قليل قليل بهذا الاسلوب. انا حسبني غيضربها بطريقه بانينكا ايضا عروبا. تابعوا هذه المحاوله، تابعوا هذه المحاوله خطيره، تدخل الدفاع دائما كل فائده فريق الجيش. فريق الفتح الرباطي كانت تسديده جيده ديال نوفل الزرهوني، والكره كتوصل بسرعه للهجوم على اليمين وعلى اليسار. حكم خلى امتياز للاعب رضا الجعدي، دائما تلعبوا على الاطراف. هذا اللاعب الزرهوني يمرر كره خطيره خطيره، جيد كان ارتقاء جيد للاعب. هذه التمريرة ديال نوفل الزرهوني ليوسف بالعمري، اللاعب رقم 14 هو الكاميروني كامبوس جون جوزيف. جيراري، واو الهدف 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 اللي باغت حتى خط الدفاع، ما كانوش يتوقعوا هاد الكره وهاد السديده. اذا الهدف الثالث ديال فريق الجيش الملكي. فكري الهدف اللي جا في الدقيقه 68 محمد فكري، محمد فكري لاعب فريق شباب حسيمه سابقا. نعم، رقم 18. الشمس كتحجب علينا الرؤيه. نعم، شويه. نعم، لكن الحمد لله نشتغل في ظروف ممتازه. نعم، امامنا الشمس كان بمفرده، ما كانش تغطيه على اللاعب محمد فكري. لا حتى هذا عميمي التمريره. عميمي هو اللي عطى التسميه ديال الهدف. نعم، كان بمفرده. نعم، وفي اتجاه البرومي بوتو القائم الاول تهزم الحارس المهدي بن عبيد. يعني جمله تكتيكيه ممتازه في الجانب الايمن وخرجوها بسرعه وتمريره. لو مرات حسن كانت في الشباك. نعم، عمر الجراري، عمر الجراري للاعب رضا سليم اللي نعتبره لاعب متالق، تمرار في يد الحارس المهدي بن عبيد افيك واحد لفي جيد ديال الكره، كره دائريه اللي صعد هو مروان الودني. يعني انا بالنسبه لي حسن الاختيار كان سيء. لماذا؟ لان اولا ما يحتاج ان يضرب. لا تلعب تخيل 81 جوزيف واحد. جوزيف لاعب سريع، جوزيف لاعب سريع، لاعب سريع، تيامار تيامار، هدف رابع، هدف رابع للجيش الملكي كما قلنا. نعم، طبيعي نقص ما كاينش السعيدي. نعم نعم
بالرغم من خروج السعيدي كنشوفوا اندفاع للاعبين ديال فريق الفتح شيء غير طبيعي، لكن ما كانش هناك اهتمام بالقوه ديال جوزيف. نعم وكنعرفوا نعم بان جوزيف حتى بين لاعبين اثنين قادر على تسجيل اهداف، شفناه مع الوداد كيفاش سجل، وشفناه مع واتزم كيفاش كان هو السبب في اخراج الحارس بالفعل، وهو اللي عطى الوان تو للرحولي باش سجل الهدف الثاني. ف هنا تيمر وتيرفع الراس ديالو وتيشوف الحارس خرج ليه وتيختار الزاويه. نعم بكل سهوله بكل سهوله. اذا 4-2 بحال اللي كيتقال لكم على لونترينمون. نعم كما ماشي نفس لو شيما باش سجل المهاجم ديال فريق الدفاع الجليدي الهدف الثالث. تقول لي دخل باش نعطيك الكره. رضا الجادي غادي مر في اتجاه منطقه العمليات، كره طويله، الحارس مخرج او مضروبه ممتازه حسن. نعم مضروبه ممتازه بين اللاعب اللي ضربها شبع الكره مروان الودني رقم 15. يعني هذا اللي ضرب الكره بمعمر فات اثناء الحكم يعلن على نهاية المقابلة بانهزام فريق الفتح الرباطي 4 أهداف مقابل هدفين.